بالنسبه لينا حنا كمغاربه ما نظنش اننا عندنا واحد الوعي الكامل بخطر المخاطر الجويه، نظرا ان حنا الحمد لله حنا المغرب ما متعرضش يعني لضربات تسونامي اللي كتوقع في الدول الغربيه الى كذلك، ولكن حسب البنيه التحتيه ويعني والوعي ديال المواطنين ما هو ضئيل جدا مقارنه مع يعني اللي كتكون في الدول الاخرى. كنلقاوهم انهم كيديروا واحد الاستعدادات اللي هي كبيره بزاف، واحد المنبئات اللي كتنبئهم على يعني الزلازل الكوارث الطبيعيه، على عكس المغرب اللي ما عندوش هذه الامكانيات لا تقنيه ولا من الناحيه الثقافيه التوعيه. ماشي كلشي، ولكن كاين شي مناطق في المغرب اللي قد انهم يتصدوا لحال هذه الكوارث. يعني ما غنعموش نقولوا ان المغرب ما عندوش بنيه تحتيه بالكل، ولكن غنقولوا ان بعض المناطق ما تقدرش تصدى لهذا بحال شكل الكوارث. الا وقعت تسونامي ما عنديش كيفاش غادي ندير. يعني في حاله انني مثلا كنت انا مثلا في موقع جغرافي انني بعيده مثلا من الكوارث اللي وقعت، ولكن كمواطنه ما عندناش امكانيات تقنيه. فوالا كنت حدا لمد البحر وكانت شي تسونامي ولا شي حاجه، ضروري غتحاول تبعد من ديك البلاصه باش تقد تحمي نفسك من ديك الكارثه الطبيعيه.